جماعة الموقعون بالدم بتتواجد في تونس والجزائر والمغرب. القاعدة تنظيم القاعدة وجماعة المرابطون بالدم وجند الله بيتواجدوا في المغرب. الجماعة الإسلامية وخلايا داعش موجودة في المغرب أيضا. جماعة التوحيد والجهاد في موريتانيا وغرب أفريقيا. بوكو حرام وأهل السنة للدعوة والجهاد موجودة في نيجيريا والنايجر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو. الكلام ده دقيق اللي أنا بقوله، أنا مش مجرد أرقام أو جماعات، أنا بقولها هو. حركة تحرير دلتا النيجر موجودة في النيجر. أنصار الدين والتوحيد والجهاد وأبناء الصحراء للعدالة وجماعة أزوات دي موجودة في مالي. شرق أفريقيا بقى عندنا حركة شباب المجاهدين دي موجودة في أريتريا، جيبوتي، الصومال، أثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا. تخيلوا الجماعات دي كلها موجودة في أفريقيا، ممكن أنها تتحرك بحرية بين الدول وبعضها، يتم استخدامها وتوظيفها لتهديد الأمن القومي في ليبيا. ودي أنا بنبه على هذا الخطر القادم. طبعا الدول الغربية بتدعم الكلام ده كويس قوي، لأنها كانت بتدعم دلوقتي داعش، والعمليات ابتدت، العمليات تهدى نسبيا في العراق وفي سوريا، فبتتحول إلى ليبيا. الدور القطري في تمويل هذه المنظومة، منظومة الإرهاب ده كله اللي هي تدريب، تمويل كل ما يتعلق بمنظومة الإرهاب، سواء شراء السلاح، نقل السلاح، عملية التدريب، عملية اختيار الأهداف نفسها، كل ما يتعلق بالإرهاب قطر بتموله بفلوس، لأن عندها انتفاخ في الموارد المالية. الموارد المالية نتيجة للغاز اللي عندها، حجم السكان بتاعها في آخر تعداد 2017 2.1 مليون، منهم 500,000 أو أقل شوية النيتف، النيتف اللي هو المواطن القطري، الباقي دول العاملين الخارجي المستخدمين للنهضة التنموية هناك. عندها انتفاخ كبير جدا في الموارد المالية، الاحتياط النقدي بتاعها 300 مليار دولار، الاحتياط النقدي 300 مليار دولار، علاوة على باقي المبالغ زي ما تفضل معالي الوزير، الاستثمارات بتاعتهم كبيرة جدا غازية الدول الأوروبية، وبالتالي الاستثمارات القطرية في الدول الأوروبية بتمثل أهمية كبيرة لاقتصاد هذه الدول، ولذلك هذه الدول اللي هي الدول الأوروبية هتكلم عنها بالتفصيل شوية مستخدما، موقفها اسمحوا لي استخدم اللفظ مائع تجاه حسم موقف قطر، بالرغم من أنه واضح جدا. معالي الوزير قال لفظ جميل جدا، انا هستعينه منك وهستخدمه بصراحه، انه ما حدش اقترب من قمه الايه، راس او عنوان الارهاب اللي موجود في قطر، كلهم بيتكلموا من تحت لتحت كده على حظ في اطار. النقطه الثانيه بس عشان اختصر، موقف قطر من مطالب دول مكافحه الارهاب ال13، احنا لينا 13 مطلب اعلناهم لقطر. هذه المطالب لا تمس سيادة قطر لا من قريب ولا من بعيد، لأنهم يدعون أن هذه المطالب تدخل في الشأن الداخلي وفي سياسة قطر، أبدا ولا مطلب فيهم، موجودين معايا مش عارف لو ما فيش وقت كلنا عارفين. موقف قطر رفض كل هذه المطالب، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، رفض كل محاولات الوساطة اللي قامت بها الكويت أو بعض وزراء الخارجية في الدول الأخرى، دول الأوروبية. نمرة ثلاثة، القيام بدور الدولة المضطهدة المظلومة. وزير الخارجية يلف على الدول الأوروبية يقول إن هو مظلوم ومحاصر. أولاً قطر غير محاصرة، كلمة استخدام كلمة الحصار غير صحيحة. إحنا مقاطعين، في فرق بين المقاطعة والحصار. الحصار كده زي حصار كوبا كده، السفن تلف حوالين الجزيرة وتمنع أي مركب تخش. والدكتور أيمن سلامة هيوضح لنا النقطة دي زي ما تعلمناها منه في الأكاديمية في مواقف كثيرة. ففي فرق بين المقاطعة، المقاطعة أنا حوقف اللي عندي مش هتعامل معاه بس، إنما الحصار ده إجراء إيجابي يمنع الدخول والخروج، وإذا كان في الجو أو البحر أو إحنا ما حصلناهاش، وبالتالي استخدام هذا اللفظ يعني في عدوانية من اللي بيستخدمه، لأن وزراء الخارجية بتوع الدول الغربية بيستخدموا هذا اللفظ، تيليرسون بيستخدم هذا اللفظ، وهقول لكم دلوقتي.
اللعب على المماطلة وكسب الوقت لعدم الوصول إلى حل حاسم. هيبقى العملية هتطول، مش هتأثر، وده هدف من أهداف السياسة القطرية. نمرة خمسة بقى، التصعيد ضد السعودية والإمارات، هدف مقصود. ليه؟ خلاص هي يعني أعلنت مواجهتها المباشرة لكل ما لكل النصائح ولكل القيم ولكل المبادئ ولكل المثل اللي احنا بنطلبها منها، العودة إلى حضن الصف العربي، وابتدت مش بتدافع عن نفسها، دي ابتدت تهاجم، والقادم بتاعها مهاجمة لينا، عشان نبقى حاسبين مش هتسكت كده بس. لا، التصعيد ضد السعودية والإمارات من خلال تدويل الحج، تدويل الحج اللي أعلن تدويل الحج واخترعه كانت إيران العدو رقم واحد للدول الخليج، العدو رقم واحد لدول الخليج، وبالتالي هون إن قطر الدولة الخليجية اللي هي من ضمن الست دول اللي بينهم علاقات، كلهم أسرة واحدة، نظام الحكم، العادات، التقاليد، التراث، التاريخ واحد، بتطلع منهم تسبق وتطلب وتروح لأحضان إيران وبعدين تطلب تدويل الحج. عرقلة مكرمة خادم الحرمين الشريفين بتسهيل الحج للقطريين، تفضل معالي الوزير وشرحها في أثناء إلقائه. شفنا يعني يوقفوا يعطلوا الطيارات المكرمة بتاعت خادم الحرمين إنه يجيب الحجاج القطريين وعلى نفقته الخاصة وفي استضافته الخاصة، ده حاجة ما حصلتش قبل كده، يقوم يخلقوا العراقيل ويسووا ويمنعوا الطائرات من هنا تاخد الحجيج القطريين إلى السعودية. تحدي الإجماع الخليجي والعربي بإعادة سفير قطر إلى طهران، أخيرا الأسبوع اللي فات من 3-4 أيام تحدوا الإجماع الخليجي والعربي وأعادوا سفيرهم إلى طهران من 3-4 أيام. ده الموقف الحالي بتاع قطر من مطالب الدول مكافحة الإرهاب. النقطة الثالثة اللي أنا بتكلم فيها مواقف الدول الأخرى من تمويل قطر للإرهاب، وأقصد بقى بالدول الأخرى.